أعلنت وزارة المالية اتخاذ الوزارة للإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة. تشمل الإجراءات استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئة الاقتصادية. على هامش مؤتمر غاز تك في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي جلسة مباحثات مع ماج أونيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وود سايد إنرجي الأسترالية. شهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحها قطاع البترول في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك للاستكشاف والإنتاج والتي يمكن للشركة بحث استغلالها. كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي جلسة مباحثات مع الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة IBR العالمية للطاقة سام دابس، حيث تم بحث موقف أعمال وأنشطة الشركة بمناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الغربية وخليج السويس وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز. وخلال اللقاء أشار بدوي إلى حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة التي تستهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. احتفلت البورصة ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالسوق الرئيسية لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول. كما نجحت إدارة البورصة في جذب شركات جديدة للقيد وذلك منذ بداية العام. تنفيذا لبرنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، احتفلت البورصة المصرية ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالسوق الرئيسي لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول. احنا الحمد لله بفضل الله مغطيين المحافظات كلها وجميع الجهات اللي ممكن تكون محتاجين المنتجات. اشتغلنا على نفسنا ان احنا نجيب منتجات محلية اكتر ويبقى عندنا موردين اكتر ومنتجات عالمية. الحمد لله وصلنا دلوقتي لرأس مال 135 مليون، وان شاء الله برضو احنا في خلال الفترة الجاية بنفكر في توسعات كتير جدا للشركة. بنسوق لبعض المصانع المنتجة للأسمدة في الجمهورية، و شغالين إن شاء الله الفترة القادمة عندنا توسع في مجال البذور والتقاوي، ومستهدفين إن شاء الله إن احنا نقتحم منطقة تشكة. نجحت إدارة البورصة المصرية في جذب شركات جديدة للقيد منذ بداية العام، كما انتقل عدد من الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة. هو بورصة النيل الدولة استحدثتها علشان تدي فرصة للشركات الصغيرة تقدر تسجل نفسها، وعشان الدولة تشجعها على كده فقللت الشروط والأوضاع بتاعتها بحيث قللت لها المصاريف ومصاريف التسجيل والخدمات بحيث أنها تستطيع أن هي تسجل. برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملاتها بنهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، ربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.2
92 من 1000 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة مرات 1.96% مغلقا عند مستوى 30937 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة مرات 0.43% مغلقا عند مستوى 7100 نقطة. فيما صعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.82% مغلقا عند مستوى 10169 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط أيضا ارتفاعا بعد قرار البنك المركزي بالخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن المخاوف بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب. على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.5% مسجلة تقريبا 74 دولار للبرميل، فيما صعدت خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 0.3% مسجلة 71 دولار 15 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.22% مسجلة دولارين 2.10 سنتات للتر، فيما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.81% مسجلة دولارين 2.32 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصيني أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا في صافي تسويات النقد الأجنبي بقيمة بلغت 8.7 مليار يوان، حوالي 1.23 مليار دولار الأمريكي، وذلك في أغسطس الماضي. وأوضحت الهيئة أنه في أغسطس الماضي أيضا واصلت التجارة الخارجية الصينية اتجاهها نحو الصعود، حيث زاد صافي تدفق الأموال عبر تجارة السلع بنسبة بلغت 11% على أساس شهري، بينما استمر نمو صافي رأس المال المتدفق إلى سوق السندات المحلية في الصين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحافظ سوق النقد الأجنبي في الصين على عمليات مستقرة مدعوما بالانتعاش الاقتصادي السليم للبلاد وأيضا المرونة السوقية المتزايدة. مشاهدينا، نهاية أخبارنا الاقتصادية، عودة مجددا إلى دينا وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي.